اليوم حيث ينطلق شوطنا الخامس وبداية للجولة الثانية في هذا اليوم المخصص لفئة الإيداع من خلال التواصل والمنافسات الشيقة والعملاقة. شوطنا الخاص بالأفكار الإيداع المحليات الأصايل ينطلق في بداية الجولة الثانية. نرحب الجميع وكل من انضم إلى دبي ريسينج لمتابعة أحداث هذا السباق عبر الهواء مباشرة. مقدمة الشوط الساعية تتقدم لمبارك بن خميس بن محمد الاكتبي يتقدم إلى صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصول الثريا سالم بن محمد بن مترف الطنيجي يتقدم نحو المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات شواهين لمصبح بن راشد بن سعيد الاكتبي يصل مشاهدينا الكرام مع ثالث المراكز. والمركز الرابع تقدمت الان بينونة حمدان بن صوايح بن سيف الاكتبي كذلك مشاركا مع وجود بينونة على المركز الرابع. النقلة الى المركز الخامس والانتقال مباشرة الى وطن علي بن سلطان بن راشد العويسي ياتينا في المركز الخامس والمركز السادس. هنا دخول من قبل الهبيبة سلطان بن مبارك بن محمد الوهيبي يتقدم الى هذا الموقع حيث تتواجد على المركز الخامس، بينما المركز السادس هذه اللي وصلت وتقدمت شواهين علي بن سهيل بن خيره العفاري يصل مشاهدينا الكرام نحو المركز السابع، بينما المركز الثامن وصلت في هذه اللحظات مياسه عبد الله بن معيوف العامري، وتاسع المراكز تقدم من بدايه راشد بن عبد الله بن محمد النعيمي، والمركز العاشر هناك تقدم من قبل ريمه حمد بن عبد الله المنصوري يصل يحتل المركز العاشر. هذه النتيجه للعشره الاسماء المتقدمه ايها المتابعين الكارم في كل مكان، حيث انطلاقات حيث تحديات مشاوير المنافسه وانطلاقاتها في ميدان المرموم. عوده الى المركز الاول، عوده الى الساعيه، مبارك بن خميس الاكتبي يتقدم الى مقدمه هذا الشوط وصداره المقدمه يتواجد على المركز الاول والصداره ما شاء الله، بينما المركز الثاني تتقدم من خلاله بينونه في المركز الثاني. هذه بينونه تعود ملكيتها لحمدان بن صوايح بن سيف الاكتبي ايضا مشاركه فعاله ليتواجد مع المقدمة والصدارة. اندفاع تلقائي لفئة الإذاعة هذه الدفعة، بينما شوف المركز الثالث وصلت الآن الثرية 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 نحو نجم الثرية فوق عالي. هنا ياتي سالم بن مترف الطنيجي مقدما الثرية في هذه المشاركة لها عنوان في عناوين المنافسة، بينما المركز الرابع يا سلام هذه تقدمت الآن شواهين مصبح بن راشد بن سعيد الاكتبي يصل مشاهدينا الأعزاء ليتقدم نحو المركز الرابع في هذه اللحظة والمركز الخامس. نتابع تقدم بوطن علي بن سلطان بن راشد العويسي يقدم الوطن من تتواجد على المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء. والمركز السادس هناك تقدم من بداية راشد بن عبد الله النعيمي واصل في هذه اللحظات إلى سادس المراكز. المركز السابع يأتي الشعار القادم من الجانب الآخر في هذه اللحظات، وهناك تقدم كذلك من شعار والمنافسة في هذه الانطلاقة. يا سلام هذه الهبوب محمد بن راشد بن مصبح بن صاروخ يتقدم نحو المركز السابع، بينما شعار بن مصلح يأتي في المركز الثامن مع سرابة سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي. والمركز التاسع علي بن سهيل بن خيرة العفاري يقدم شواهين في تاسع المراكز. نجوم المركز العاشر عندك يا بن معيوف يا العامري في المركز العاشر، وهذه مياسة عبد الله بن معيوب بن محمد العامري في هذا النداء تتواجد في المركز العاشر. هذه العشر الأسماء اللي ذكرناها لحضراتكم في هذه المنافسة حتى
هذه اللحظات، ولكن مسار الشوط بدأ في التغيير، مسار الشوط بدأ في الانحناء، والمركز الأول حصل عليه تغيير. هذه اللي تقدمت واحتلت المركز الأول، بينونة تتقدم للمركز الأول، هذه بينونة بانت بينونة في المركز الأول لحمدان بن صوايح بن سيف الكتبي، يتقدم إلى المقدمة والصدارة. بينما في المركز الثاني ساعية مبارك بن خميس بن محمد الكتبي يحتل المركز الثاني، بينما في متابعة من خلال وجود هذه الأسماء في هذا الشوط. أشوف المركز الثالث، يلا وصل بن مترف راعي الذيد، يتقدم في هذه اللحظات سالم بن محمد بن مترف الطنيجي قادم للمركز الثالث مع وجود الثرية تتقدم الثرية إلى المركز الثالث. بينما المركز الرابع وطن علي بن سلطان بن راشد العويسي، والمركز الخامس، شوف القادمين الآن في المركز الخامس، هذه اللي وصلت بداية راشد بن عبد الله النعيمي وصل خذ المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء. والمركز السادس شواهين مصبح بن راشد بن سعيد الكتبي، بينما بن معيوف أصل السلام وصلت مياسة عبد الله بن معيوف بن محمد العامري إلى المركز السابع، بينما بن صروخ يأتي في المركز الثامن مع الهبوب محمد بن راشد بن صروخ في المركز التاسع في هذه اللحظات، وبن مصلح من الجانب الآخر سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي مع سرابة. هذه أسمان الموجودة في انطلاقات هذا الشوط. أعود إلى المقدمة وإلى الصدارة مشاهدينا الكرام، ولا زالت بينونة مسيطرة، بينونة في المقدمة 1200 على خط النهاية، بينونة في صدارة الشوط. حمدان بن صوايح بن سيف الكتبي لا زال يقود هذا المسار بكل قوة وبكل تكتيك إلى المقدمة في هذه اللحظات. المركز الثاني هناك تواجدة الساعية تعود ملكيتها لمبارك بن خميس الكتبي يحتل المركز الثاني، بينما شوف المركز الثالث القادمين المتنافسين، يا سلام مياسة عبد الله بن معيوف العامري في المركز الثالث. المركز الرابع هناك شواهين علي بن سهيل بن خيره العفاري، وكذلك وصل هنا العويسي مع وطن علي بن سلطان العويسي، يتقدم مع وجود وطن في المركز الخامس. هذه خمسة أسماء مشاهدينا الكرام، خمسة، وبن صوايح يا سلام يتقدم بن صوايح يا سلام، هذه ما أمامكم، بينونة، حمدان بن صوايح بن سيف الكتبي بدأ في الانطلاق، لكن وطن قادمة، عندك العويسي علي بن سلطان بن راشد العويسي يقدم وطن لتفوز الوطن، الوطن غالي يا جماعة. هذه وطن في المركز الثاني، ولكن المقدمة مسيطرة بينونة حمدان بن صوايح بن سيف الكتبي، إلا أن وطن تستوطن المركز الأول، محبوب الجماهير، محبوب الجميع، محبوب وعشاق أهل الهجن، المركز الأول. الله، هذه وطن ثانينا والناموس لعلي بن سلطان العويسي، وسلام للسلطنة، سلام. المركز الثاني بينونة لسعيد حمدان بن صوايح بن سيف الكتبي. المركز الثالث هذه الهبوب محمد بن راشد بن صروخ في المركز الثالث. المركز الرابع اذا شواهين علي بن سهيل بن خير العفاري، والمركز الخامس. عموما على كل حال نعود للتوقيت الزمني، لحظات الوصول في هذه اللحظة وتسع دقائق، لحظة الوصول 16 ثانية جزئين من الثانية، وعلي بن سلطان بن راشد العويسي تهانينا على الفوز والانتصار مع وجود وطن بالمركز الأول. المركز الثاني هذه بينونة، حمدان بن صوايح بن سيف الكتبي احتل المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء، مقدما 9 دقائق 19 ثانية أو 16 ثانية 6 أجزاء 9 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث هنا لحظات وصول أخيرة من المركز الثالث، وكان التحدي من الهبوب
بتسع دقائق 19 ثانية 7 زامن الثانية. والتهنية لمالك الهبوب محمد بن راشد بن صاروخ في المركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم.